هذا البرنامج بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في سبيشال إديشن من برنامجكم بير كاست، وحلقة مخصصة للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة. أنا محمد الخولي، وبما أننا هنتكلم النهاردة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، فحيكون معانا النهاردة ضيف عزيز جدا علينا، ليلى الشناوي، المدير الإقليمي لبرنامج الصحة بالأولمبيات الخاص على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في البداية نحب نرحب بحضرتك وبنشكرك على تواجدك معانا النهاردة في بيركاست، وخلينا نبدأ كلامنا بإيه هي الأولمبيات الخاص وإيه الهدف منها يا ليلى؟ أهلا بك يا محمد، شكرا على المقدمة. زي ما أنت قلت، أنا اسمي ليلى الشناوي، مسؤولة عن البرامج الصحية بالأولمبيات الخاص على المستوى الإقليمي. أنا مبسوطة جدا إن احنا معاك النهاردة عشان نعرف الشباب ونعمل توعية عن الأولمبيات الخاص في اليوم العالمي للإعاقة. الأولمبيات الخاص الدولي نشأ في 1968، هي مؤسسة دولية رياضية للأشخاص ذو إعاقة فكرية. احنا موجودين في 190 دولة، عندنا أكتر من 6 مليون لاعب ولاعبة. هي المؤسسة طبعا أساسها الرياضة والمسابقات الرياضية والمنافسات الرياضية، بس طبعا احنا عندنا أكتر من إدارة بنشتغل فيها، زي المجال الصحي، زي المجال القيادي، وزي مجال التوعية. بنعمل أحداث كتير، وبنعمل توعية، وبنعمل برامج للمجتمعات، كل حاجة حوالين اللاعب. أغلب الرياضات عندنا كمان بتبقى فيها دمج بين الأشخاص ذو إعاقة فكرية وأشخاص بدون إعاقة. ابتدينا كمان على المستوى الإقليمي في 1999. كمان عندنا في الأولمبيات الخاص أكتر من برنامج، زي ما أنا قلت عندنا برامج للعائلات، عندنا برامج للأخوات اللاعبين، عندنا برامج الشباب وصغار السن، عندنا برنامج المدارس. كل ده بيهدف على الدمج، وبيهدف كمان على ان اللاعب واللاعبة ذو إعاقة فكرية يكون ليهم دور في المجتمع، ويكونوا موجودين بكل من اول ما يتولدوا خالص لحد ما يقدروا ان هم يشتغلوا ويبقوا ليهم دور فعال في المجتمع. عظيم جدا. طب ايه هي البرامج الصحية اللي بيقدمها برنامج الاولمبيات الخاص على مستوى شمال افريقيا والشرق الاوسط؟ طيب احنا هنتكلم دلوقتي عن البرامج الصحية، وهي من اهم البرامج اللي موجودة في الاولمبيات الخاص، وهي ابتدت تتفعل من حوالي 25 سنة. وهي ليه أصلا، يعني في ناس كتير بتسأل احنا ليه عاملين برنامج صحي، أو ليه بنعمل توعية صحية في مؤسسة رياضية. فهي يعني لما نيجي نفكر، هو ما ينفعش ان حد يكون رياضي من غير ما يكون صحته كويسة. البرامج الأولمبيات الخاص بتقدمها هي برنامج الكشف الصحي، وهو برنامج تحتيه 8 أقسام صحية، زي أسنان، عيون، أذن، تغذية، صحة نفسية. والفكرة من البرنامج الكشف الصحي إن احنا بنقدم خدمات صحية، بنعمل توعية للدكاترة والمجال الصحي بأكمله، إن احنا نكشف على اللاعبين مجاني. ليه بنعمل الكشف ده؟ لان ساعات كتير جدا ممكن اللاعبين يكونوا مش عارفين ان هم عندهم مشاكل صحية، الاهل نفسهم ساعات ما بيبقوش عارفين ان اللاعب عنده بيواجه مشكلة صحية، لان للأسف الفئة بتاعتنا مش بتعرف تعبر، وبيتأقلموا مع الوجع ساعات لو هم اصلا
مش يعني ما بيبقوش عارفين ساعات ان هم عندهم مثلا مشكلة في اسنانهم، او ان هم عندهم مشكلة في النظر، او عندهم مشكلة في السمع. فللأسف بنواجه مشاكل كتير. تاني برنامج وهو برنامج المجتمعات الصحية، وهو البرنامج اللي احنا بيكمل البرنامج الكشف الصحي، وهو توعية للمجتمع بالأكمل وبالأخص المجال الصحي. عندنا تالت برنامج وهو اللياقة البدنية، وهو برضو بيحرص على الدمج بين اللاعبين ذو إعاقة فكرية وبدون إعاقة فكرية. وتالت برنامج هو البرنامج العائلات، ملتقى العائلات الصحي. ورابع برنامج تحت البرنامج الصحي وهو ممثل الصحة، زي ما بنقول ان هو اللاعب بنعمل له زي تدريب ان هو يقدر ان هو يكون ممثل البرامج الصحية، عشان يقدر يعمل توعية على كل البرامج اللي احنا بنقدمها. طبعا كلنا بنواجه تحديات في شغلنا، بس عايزين نعرف منك ايه هي التحديات الرئيسية اللي بتواجه الأشخاص متحدي الإعاقة الفكرية، خاصة في أنظمة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ حلو جدا السؤال ده يا محمد، وأحب إن أنا أشرحه جدا، لأن للأسف الفئة بتاعتنا اللي احنا بنشتغل معاها ما بيبقوش واخدين حقهم، ما بيبقوش ساعات كتير جدا محطوطين في الأنظمة الصحية. وبالتالي اللي احنا بنقدمه وبنعمله ان احنا بنعمل توعية للدكاترة، للممرضين، لأي حد في المجال الصحي، ان هو ازاي يقدر يتعامل مع الفئة بتاعتنا. لأن للأسف ساعات كتير جدا ما بنبقى بيبقوا الدكاترة، طبعا يعني أغلب الدكاترة متخصصين وبيبقوا هايلين في المجال بتاعهم، بس ما بيبقوش أخدوا الخبرة أو التدريب ان هو ازاي يتعاملوا مع حد، يعني اللاعبين في اللاعبين او اشخاص ذو اعاقه فكريه، ما بيبقوش عدى عليهم قبل كده. مش هقول عيان، بس هقول حد عندهم جايلهم العياده، جايلهم المستشفى، ما بيعرفوش. ساعات بيوجهوا الكلام لولي الامر او للشخص اللي معاه. فاللي احنا بنعمله ان بنبقى عايزين نشرح للدكاتره والطلبه وكل اللي في المجال الصحي ان هم موجودين، هم بيحسوا، هم يقدروا يتكلموا، هم يقدروا يعبروا عن نفسهم. فبالتالي اللي احنا بنقدمه هو تدريب وكمان غير اللي احنا بنقدمه، ان احنا بنبقى عايزين يبقى فيه في الأنظمة الدولية والوزارات وزارة الصحة وكل حاجة، ان هم يبقوا ليهم دور، ان هم يبقوا دورهم متفاعل، ان يبقى ليهم الدور ان هو يتعالجوا زيهم زي بقية الاشخاص، مش عشان هو عنده اعاقة فكرية فيتمنع من ان هو يخش مستشفى، او يتمنع من ان هو يتقدم له العلاج بأحسن كواليتي وبأحسن رعاية صحية ممكنة. مش عشان هو عنده إعاقة فكرية يبقى هو ما يتحطش على أول القائمة بتاعة الكشف فيتحط في الآخر. فهو في حاجات كتير جدا وتفكير كتير وتفكير موجود للأسف لحد النهاردة لازم يتغير، ومن خلال الإدارة بتاعة الصحة، برامج الصحية اللي احنا بنقدمها، هو ده اللي احنا بنعمله، ان احنا بننشر التوعية لكل المجالات طبعا، وبالذات الصحة، لان هي دي اساس المجتمع. هناخد فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن برنامج الأولمبيات الخاصة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة مع ليلى الشناوي، المدير الإقليمي لبرنامج الصحة بالأولمبيات الخاصة بمنطقة الشرق المتوسط وشمال أفريقيا. خليكم معانا. في روما سنة 1960 أقيمت أول دورة ألعاب بارالمبية رسمية متاحة للجميع، مش بس لمصابين الحروب. شارك فيها 400 رياضي من 23 دولة، ومن بعدها أصبحت دورة الألعاب البارالمبية تعقد في نفس السنة مع دورة الألعاب الأولمبية. في البداية كانت الألعاب البارالمبية متاحة بس لمستخدمين الكراسي المتحركة، لكن بحلول دورة الألعاب البارالمبية الصيفية لعام 1976 شارك الرياضيين بمختلف الإعاقات لأول مرة. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين معاكم في سبيشال إديشن من بير كاست لليوم العالمي لذوي الإعاقة.
ليلى، ممكن تقولي لنا هل للشباب دور في برنامج الأولمبيات الخاص؟ وإزاي بيتم دعم الشباب من خلال البرنامج؟ اهلا بيك يا محمد تاني. طبعا الشباب ليهم دور، ودور مهم جدا وفعال في كل البرامج، مش بس في البرنامج الصحي. بس لو هنيجي نتكلم في البرنامج الصحي، فاحنا بنحتاج دور الشباب في كل حاجة. خليني اقول لك، في يعني اديك مثال، مثلا في الكشف الصحي احنا ما نقدرش نعمل اصلا كشف من غير الشباب. كل اللي بيساعدونا، كل اللي عشان تبقى عارف برضو، كل البرامج الصحية بتقوم على المتطوعين. فهو لو الشباب مش بيتطوع معانا، ما نقدرش نقدم الخدمات والبرامج اللي احنا بنعملها والاحداث وكل الايفنتس اللي احنا بنعملها. لو الشباب ما بياخدوش التدريبات اللي احنا بنقدمها، اما يجوا يعني لو هنقول مثلا الشباب اللي احنا بنكلمهم دلوقتي، حد فكر ان هو مثلا هيبقى ممرض، هيبقى دكتور، هيبقى عنده شركة اجهزة طبية مثلا في المستقبل، كل الكلام ده، اما لو اخذ التدريب ولو حضر الايفنتس اللي احنا بنقدمها ولو اخذ الخبرة اللي احنا بنقدمها للمجتمع بأكمله، بالذات الشباب، هيعرف أما يكبر إن هو يتعامل مع المجتمع. هيقدر إن هو لو شاف جاره اللي هو ما كانش بيتعامل معاه، بالعكس يقدر إن هو يبقى عنده الخبرة ويعرف يتعامل معاه. فهي دي الفكرة، إن احنا مش بس في البرنامج الصحي، بس في كل البرامج اللي احنا بنقدمها، هي نشر الوعي ونشر الكونسبت بتاع التطوع. لأن احنا اصلا المؤسسة بتاعتنا مبنية على التطوع، فمن غير الشباب ومن غير مساعدتهم لينا ومن غير التوعية ومن غير ان احنا نغير التفكير وندخل وندمج الاشخاص ذوي الاعاقة الفكرية في المجتمع، مش هنعرف نعمل حاجة. فاحنا يعني في برامج كتير جدا نحتاج ان هما يبقوا معانا فيه، وفي حاجات اونلاين كمان تدريب ان هما يقدروا ياخدوه. لو تسمح لي ان انا برضو نقوله في اخر الحلقة، عشان اي حد مهتم وحابب ان هو ياخد التريننجز بتاعتنا، تبقى حاجة كويسة جدا. في هذا اليوم الذي يعترف بالإعاقات المرئية وغير المرئية بالتساوي، عايزين نعرف منك بعض الحقوق الصحية التي يجب توفيرها للأشخاص ذوي الإعاقات بشكل عاجل لسد فجوة عدم المساواة في أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة. طيب، زي ما قلنا يا محمد، إن احنا بنتكلم على المستوى الإقليمي ومش مصر بس، إن المشاكل اللي احنا بنواجهها هي ان مش كل الاشخاص ذوي الاعاقه الفكريه بيبقى عندهم تامين طبي. مش كل الاشخاص طبعا والاهالي بتوع يعني الاهالي بيقدروا يوفروا العلاج، ما بيقدروش يوفروا الرعايه الصحيه، لان هو ما بيبقاش كشف بس، هو بيبقى فيه حاجات محتاجه متابعه، في حاجات محتاجه رعايه. فطبعا الـ يعني الـ الـ يعني مش يعني مش كل حاجة بتبقى مجانية، ومش كل حاجة بتبقى على المستوى الصحي اللي احنا بنطالب بيه، فاهم قصدي؟ او اللي احنا بنستحق ان احنا نبقى ايه بنوفره للاشخاص ذوي الاعاقة الفكرية. دي اول حاجة. تاني حاجة زي ما قلت الاول، هو التدريب. مش كل الدكاترة، مش كل الممرضين، مش كل المجال الصحي عنده الخبرة وعنده التدريب الكافي ان هو يتعامل مع الفئة بتاعت الأشخاص ذوي إعاقة فكرية. فاللي احنا بنطلب بيه ان في كل المجالات، ومش بكام مجال الصحي مثلا، بقولك مثلا أسنان بس أو كده، أو تغذية أو كده، احنا بنتكلم في كل حاجة، في التمريض، في كل في ال في دكتور البنج ازاي يقدر يتعامل مع مع حد لو جاله دكتور قلب، كل الفئات، ان هم يكونوا عندهم الصبر، التدريب، عارفين المشاكل الصحية، عارفين. وما باجي بتكلم على كده، بكلمك برضو ايه في انواع الـ انواع الاشخاص ذوي الاعاقة الفكرية، لان مش كلهم برضو زي بعض، مش كله بيبقى بيتعامل بنفس الطريقة، مش كله بيبقى محتاج الرعاية هي. ف يعني بنطلب من اللي عنده الاثوريتي انه يقدر يغير الانظمة، ان يبقى فيه تعاون ويكون فيه اهتمام اكتر بالفئة، لان بجد بيبقى فيه مشاكل كتيرة جدا. يعني الاشخاص بس اللي بيتعاملوا معاهم هما اللي بيبقوا عارفينهم. فبنرجو للاهتمام وان احنا نبص في المجال الصحي بالذات للفئة دي. في النهاية، كيف يمكن للاشخاص ذوي الاعاقة الفكرية ممارسة المناصرة الذاتية من اجل حقوقهم المتساوية في الصحة الشاملة
من خلال برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. زي ما قلنا يا محمد ان هما يكون في تساوي بالعلاج وبالرعاية الصحية المتوفرة على اعلى مستوى للاشخاص ذوي الاعاقة الفكرية، يكونوا ليهم دور ويكون ليهم التدريب الكافي للتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة الفكرية، والتطوع والتدريب زي ما اتكلمنا في الموضوع ده، وان كمان يكون الشباب الطالع جديد والجيل الجديد ان هو يكون مهتم ان هو يعرف اكتر عن الأولمبياد الخاص، يعرف أكتر عن الخدمات اللي احنا بنقدمها والرعاية الصحية اللي احنا بنوفرها. كمان ان هو يبقى كل واحد في المجتمع ليه دور، مش ان احنا عايشين يعني بنشتغل وخلاص وهو ده اللي احنا بنقدمه بس، احنا لينا دور في المجتمع ان احنا نقدر نطوره ونساعد الآخرين ان هم يقدروا يعيشوا عيشة أحسن من اللي هم عايشينها، لأن فعلا يعني بيبقى في مشاكل صحية كتيرة جدا مش متوفرة، وانا مش بتكلم في مصر بس صدقني، بتكلم على على المستوى الاقليمي. واللي احنا بنطلبه من الشباب ان هم يتطوعوا معانا ويبقى ليهم دور زي ما قلنا، واحنا بنوفر برامج كتير جدا للشباب والممثلين الصحة زي ما قلت لك قبل كده. ومرسي جدا يا محمد ان احنا كنا معاك النهاردة، ودي فرصة هايلة ان احنا نوضح البرامج اللي احنا بنقدمها في الأولمبياد الخاص الدولي والمستوى الإقليمي. وشكرا جدا، وإن شاء الله نبقى مع بعض في حلقات تانية. مرسي جدا. وبكده تكون خلصت حلقتنا عن اليوم العالمي لذوي الإعاقة. بنفكركم إنكم تقدروا تتابعوا الحلقة على موقعنا الإلكتروني أو يوتيوب على قناة الشبكة، وما تنسوش تستنونا في الحلقات اللي جاية. هذا البرنامج بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.